صعوبة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله العيادة المسموعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم في كل مكان، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج طبابة ألف. معنا سحر عبد الله، إن شاء الله راح أكون متواصلة معاكم في خلال هذه الساعة. زي ما عودناكم طبعا كل يوم يكون معانا ضيف جديد وموضوع كمان جديد. بالنسبة لموضوعنا لليوم، اليوم راح نتكلم عن الغيرة، وهذا الشهر شهر فبراير، فبراير شهر الغيرة. كل خميس راح نتكلم عن موضوع الغيرة، لكن كل خميس حيكون معانا نوع من أنواع الغيرة. قبل كل شيء بس أذكركم حبايبنا المستمعين بطرق التواصل، اللي حاب يتواصل معانا في حلقتنا لليوم على STC 84770 موبايلي 640-660 وزين 746-262. هذا طبعا اللي حاب يتواصل معانا عن طريق رسائل النصية. وما ننسى طبعا حبايبنا اللي يتواصلون معانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حسابنا في تويتر على ALIF ALIF FM. طبعاً قبل كل شيء وقبل ندخل في موضوعنا اليوم، بس حابة أذكركم أنه برعاية حصرية من ألف ألف أف أم تقيم كلية البترجية الطبية مؤتمر طبي عالمي وبمشاركة أطباء على مستوى العالم عن تطورات زراعة الأسنان. وكل اللي مهتمين في هذا المجال حابة أقول لكم أن طبعاً الفعالية هذه والمؤتمر هذا بدأ من أمس ومستمر إن شاء الله إلى يوم السبت الموافق 7 فبراير، وآخر يوم راح يكون في ورش عمل. طبعا في محاضرات وخلال 3 أيام هذه، لكن اليوم الأخير هو اللي حيكون فيه ورش عمل. خلينا نرحب بضيفتنا لليوم الدكتورة نادية شكري، الأخصائية النفسية اللي عادتنا كل خميس تكون منورتنا في الاستديو. هلا وسهلا فيك دكتورة نادية. يا هلا فيك يا حبيبتي. يا مرحبتين. كيف بس الاسم، سمينا الشهر هذا فبراير شهر الغيرة؟ رائع الموضوع طبعا جدا. دكتورة بكي. نادية، تعرفش المشكلة ان اول ما حطيت الهاشتاج فبراير شهر الغيرة يفكرون موضوع الأشهر والمواضيع ذيك اللي تكلمنا فيها وشهر مواليد شهر كذا وكذا. لحنا طبعا ما نقصد هذا الموضوع، وما حددنا أنه فبراير هذا بس هو شهر الغيرة، لكن حنا في طبابة كل خميس راح يكون في موضوع عن الغيرة، فعشان تتابعونا وتكونون متواصلين معانا، وإذا حابين تسألون أي سؤال طبعا كل خميس يخص موضوع الغيرة، فحنا إن شاء الله حنناقشه في هذه الساعة. دكتورة نادية، في البداية إيش رأيك إن طبعا في حلقتنا هذه راح نتكلم عن راح نذكر تعريف الغيرة، وراح نتكلم عن أنواع الغيرة، وبرضو راح نتطرق إلى الفرق بين الغيرة والشك، صحيح؟ ممتاز. حلو. طبعا هناخذ نوع واحد اليوم. أيوة. أنا حابة اليوم أتكلم عن الغيرة في البيت بين الزوج وزوجته. ممتاز، حلو. طيب. أول حاجة هعرف الغيرة إنه هي عملية وجدانية في الشعور، أساسها عملية في الشعور. طيب، حلو. طيب، أساسها شعور بالحب. أنا ما حغار على أحد إذا ما أحبه، صحيح ولا لا؟ صح. أيوه. طيب، الغيرة الزائدة، الغير طبيعية مثلا، طبعا مين اللي يحدد إذا طبيعية ولا لا؟ إنه المجتمع مثلا يقبل هذا النوع من الغيرة، أو الشخص نفسه، أو منظور الطب، الطب النفسي. طيب، إذا كانت زائدة عن حدها نقول إنها هي شيء غير طبيعي يحتاج لحل، يعتبر مشكلة، تنقلب ضدها. تنقلب ضدها بالضبط. إيش سبب إني أنا أغار غيرة غير طبيعية؟ هو واحد من اثنين، يا أنا ما عندي ثقة في الشخص اللي أنا أحبه وأغار عليه، أو أنا ما عندي ثقة في نفسي. ممتاز. طيب، من فين تجيني عدم الثقة في الشخص؟ من قلة المعلومات عنه. أنا ما أعرف عنه كثير، أو ما أعرف عن نفسي كثير،
ما أعرف أنا أستاهل أو ما أستاهل، ما أعرف أنا إيش بسوي، أتوقع الناس بيسووا زيي، خبرات سابقة قد تكون، تعميم مشاكل في المجتمع، قصص الناس. فهو هذا شيء غير طبيعي وأنا ماني حابة أتطرق له اليوم أبداً. أبغى أتكلم عن الغيرة الطبيعية الحلوة اللي تساعد في إن تخلي الأسرة أكثر سعادة. طيب أبغى أتكلم اليوم عن الأسرة والغيرة والحب في الأسرة، لأنها هي فعلاً نواة المجتمع. متى أنا ما كونت أسر سوية وفيها حب وفيها تفاعل وفيها نماء، أنا كده كونت مجتمع إن شاء الله كامل، وهي أساس المجتمع. يعني زي ما قلت أنواع الغيرة، هتكلم عن نوعين اليوم بس. ممتاز. أغار على وأغار من. أوكي حلو. أغار في البيت طبعا، اللي هو بين الزوج والزوجة أو طب والأخوات والأولاد ولا لا، ما هو موضوعنا هذا، ممكن نوع ثاني. إلا هو الغيرة في البيت كله ماشي مع بعضه، يعني برضو الأخت تغار على أختها أو على أخوها أو على أبوها أو على أمها عادي، فالغيرة في البيت. طيب أغار من فلان، يعني أغار من نجاح أختي مثلا، أو أغار من جمال أختي ولا أخويا ولا كذا، هذا يعني غيرة في شكلها العام غير سوية. طيب لكن لو احنا تعمقنا اكثر في الفكره حنلاقيها انها ممكن تكون ايجابيه. يعني مثلا انا غيرت من اختي انه هي مقبوله اجتماعيا اكثر. لو انا بدي افكر بطريقه سويه هقول طب هي ليش يحبوها الناس اكثر؟ هل هي لطيفه اكثر مني؟ هل هي ابتسامتها احسن مني؟ هل هي مظهرها احسن مني؟ فانا بالتالي اطور نفسي. حلو، يعني ادور على الاسباب. أيوة. عشان اقدر اشوف اذا هذا نقص فيني. أيوة. أقدر أعدل. أنا بطور نفسي. وفي حال أنا بطور نفسي فأنا في طريق الصحيح وفي طريق النجاح وفي طريق التميز. إنما لو أنا أعوذ بالله غيرت الغيرة اللي هي اسمها حسد، أنا أبغى أفرق بين المصطلحات. الغيرة ما هي شك، الغيرة ما هي حسد. الحسد تمني زوال النعمة وأنا على ما أنا عليه، لكن الغيرة تنافسية بيني وبين نفسي، بيني وبين مثلا الجمال، بيني وبين النجاح، بيني وبين النشاط، بيني وبين الاجتماعية أكثر والانبساطية أكثر. اللي يكون السبب، إنما أغار منه أتمنى يتحطم، هذا اسمه حسد وما هو موضوع اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب كيف نفرق بين الغيرة والشك؟ إحنا قلنا إنه الغيرة شعور. هل الشك شعور؟ لا، أنا أحسها شعور. لا، الشك ما هو شعور. الشك سلوك، عملية فكرية خفية. أنا عندي تصرف بس ما هو باين، هو في عقلي جالس يتكون. طيب وغالبا الشك بيجي معاه أفكار سلبية. الشك والظن عملية سلوكية خفية في التفكير. الشك ليس سبب للغيرة أبدا. طيب أو سببه الغيرة، لا، الشك نقص في معلومات زي ما قلت قبل كده، عدم ثقة في الآخر أو عدم ثقة في نفسي لأي أسباب من اللي أنا ذكرتها. الشك في الدين منهي عنه لأنه يسبب سوء الظن، صح ولا لا؟ صحيح. إيوه، حرام علينا سوء الظن. صحيح. بس دكتورة نادية، يعني طب ليش دائما يقولون الغيرة الزايدة إلا ما تؤدي لشك أو تفسر أنها شك؟ يعني. طيب الغيرة الزايدة، حلو مرة سؤالك. الغيرة الزايدة عندك غير الغيرة الزايدة عندي، إيش الغيرة الزايدة عندك؟ دقيقة، الغيرة الزايدة يعني معناتها يعني مو زي الغيرة اللي تعرف، الغيرة اللي ذكرتي اللي مثلا أنا أغار من أختي عشانها مثلا محبوبة وأنا ماني محبوبة فخلاص عندي أسباب. الغيرة الزايدة يكون ما في أسباب، قصتك؟ فين الشك؟ أنا أديكي مثال مرة بسيط. صح، هذا مو بشك. أيوه يعني هذا مو شك. الغيرة اللي يسموها ناس غيرة وهي اسمها شك، إنه مثلا أنا حسيت مثلا أنا مرة أحب زوجي وحسيت إنه متغير دي الفترة. طيب راقبته واكتشفت انه فعلا عنده مشكله، خلاص، وهو كذب علي وخدعني وخلاني خلاني يعني عشت وقت حيره كذا. أيوة. ليش متغير؟ بس صار عندي يقين انه كذب علي، وصار عندي يقين انه طلع عندي شيء وقت ما انا حسيت بدا الاحساس السلبي. هذا مو بشك؟ لا، دحين انا حسيت وتاكدت، هذا يقين. ما هو شك. أيوة. بعد كذا رجع تغير، فتشته وما لقيت شيء. الاحساس اللي انا حسيته دحين ده اسمه شك وسوء ظن. خلاص. وسببه كذبته علي، مو سببه اني احبه ولا سببه ذكائي اني انا مكتشفه انه متغير. صحيح. فسببه ال ما كان صريح وكذب. لكن في شك يا لطيف مرضي، الله يحفظنا، شك بدون سبب، فكره كده تيجي في مخي من اي بدون سبب طلعت لي
وأنا طورتها ونميتها مع الخيال وخلاص أنا صدقتها. هذا ما هو شيء طبيعي ولا هو شيء نقدر نحله في الإذاعة ولا في الكلام ولا مع الصحبات. صحيح، هذا يحله في العيادات. وهذا حله في العيادات. جميل طيب. جدا. دكتورة نادية، بنطلع فاصل إعلاني قصير لكن أكيد بنرجع نكمل حلقتنا لليوم حبايبنا المستمعين، خليكم معانا لا تروحون بعيد. على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله، العيادة المسموعة. اليوم جالسين نتكلم عن الغيرة، وسمينا فبراير شهر الغيرة لأن كل خميس راح نتكلم على نوع من أنواع الغيرة. أرجع أذكركم طرق التواصل، واللي حاب يسأل أي سؤال بخصوص موضوعنا لليوم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرسائل النصية STC 8477-0، موبايلي 640-660 وزين 746-262. وأكيد بالنسبة لحسابنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ALIF ALIFFM. دكتورة نادية، تكلمنا قبل الفاصل شوي عن الغيرة وحددنا اليوم طبعا النوع اللي هو الغيرة في البيت بين الزوج والزوجة. طيب لو مثلا يعني لو يعني أحب أحد وأبدا ما أشك فيه، دائما لما الواحد ما يشك ويكون يعني واثق في الشخص هذا دائما يتوقع أنه زي ما هو ما يشك واثق أن الشخص هذا برضو مخلص له. يعني لازم يكون مخلص له أو ممكن توضحي لي بس هذه النقطة. أنا من رأيي أنه أفضل شيء الإنسان يكون سوي أو متوازن، يعني كل إنسان لازم يكون عندي يقين أنه كل إنسان فيه الخير وفيه الشر. طيب عشان أنا أكون إنسانة متوازنة فيما أتوقعه، ولازم أنا أدرب نفسي وأهذبها على حسن الظن في الآخرين، وفي نفس الوقت أكون حذر في حال لا قدر الله خاب ظني تكون الصدمة أخف علي. طب لما تكون أنا صدمتي خفيفة والشيء ده أصلا أنا كنت متوقعه، عشان هذا البشر هذا الإنسان بشر، يكون لي ردة فعل بدون صدمة. الصدمة هي اللي بتخرب الدنيا وبتخلينا ما نعرف نتصرف وبتسوي الانهيارات وبتسوي الأمراض وكذا. فأنا دحين بتكلم عن مرحلة أنا بأدرس الشخص اللي أنا بدي أفتح معاه بيت، سواء كنت مرأة أو رجل، أنا أدرب نفسي على أني أنا أتوقع منه كده وكده. ما قررت أني أفتح معاه بيت وأسلمه كل مشاعري وأسلمه كل قلبي وأسلمه كل حياتي إلا وأنا واثقة فيه 100%. لو كانت ناقصة الثقة هتخليني أنا في بيت قلق، ودايما نسمع مثلا السنة الأولى كلها مشاكل، السنة الأولى هي أصعب سنة في الحياة عشان إحنا اتنين بنتوافق. للأسف إنه إحنا طريقة الخطوبة عندنا أحيانا بتكون ما فيها دراسة لشخصية الشخص اللي أنا بدي أرتبط فيه، مو لأنه ظروف ولا لأنه أي حاجة، يمكن يكون فيه جهل أني أنا كيف أدرس الشخص اللي قدامي، يمكن التوقعاتي مرة مختلفة. أنا ترى جلسة 20 سنة أحلم في فارس أحلام، يوم ما جاني أي واحد قلت هو ده فارس أحلامي. صحيح. بدون ما أكون عارفة شو أحلامه أصلا أو إيش توقعاته مني وما أعرف طبعه. أيوة، فأنا بتكلم على أنك أنت ترتبي نفسك وحياتك ومشاعرك قبل الزواج. في حال أنك تزوجتي بإذن الله تكوني واثقة، لكن في نفس الوقت بحطي في بالك انه انت ما لازم تنصدمي، انه كل انسان ممكن يخطئ، كل انسان ممكن يسبب لي غيره، كل انسان ممكن يسبب لي الم، وهذا شيء جدا طبيعي. لكن الشك ما لازم يدخل بيتي ولا لازم يدخل حياتي، لو دخل دمرها صدقيني، متى ما دخل الشك انهى الحياه، وهو زي السم الصامت يجي بشويش كده ويقعد يقتل 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 في الحياه لين ما ينهيها. طيب طب هل الغيرة هي مؤشر للحب؟ يعني إذا أنا كان إنه في بعض أحيانا السيدات أو حتى الرجال مثلا تجي تقول لك زوجي ما يغار علي، ما أتوقع إنه يحبني، فهل لابد من وجود الغيرة عشان يثبت إنه في حب؟ يعني والله أنا أقول لك الغيرة هذا الشعور ربنا خلاه فينا عشان مصلحتنا، صح ولا لا؟ أكيد ربنا ما دانا أي مشاعر إلا عشان مصلحتنا.
طيب يخدم الحب في إيش الغيرة؟ كيف يخدم الحب؟ يساعدني أني أحافظ على الحب لنفسي لأكون في تحسن مستمر. يعني أنا لو أحب زوجي وأغار عليه دايما يصير إيش تفكيري؟ أني أنا أبغى أكون أكثر إنسان يحب يقضي معه وقته، أكثر إنسان يحب يفضفض له، هحاول أطور من حاول نفسي، أكسبه. أيوة حاول أكسبه. كده تكون الغيرة مفيدة. كان سؤالك إنه هل الحب هل الغيرة تخدم الحب أو تخنقه؟ طيب السلوك السوي حق لما أنا أغار يخليني أهتم. طب أنا إذا اهتميت إيش حيصير؟ إن أنا حعطي دفء أكثر للبيت، حعطي حب أكثر، حعطي اهتمام أكثر. هذا يخدم الحب ولا يخنقه في رأيك؟ لا أكيد هذا يخدم، هذا يخدم الحب. خليني أديكي مثال تاني. لو أنا غرت، يعني هو كله عن الزوج وزوجته، لو أنا غرت على زوجي من أصدقائه، عندي واحد من اثنين في التصرفات كده، التصرفات حقت البني أدمين العادية تقريبا أو الأكثر. أول حاجة أنا أدخل في منافسة مع أصدقائي وأبحث عن ما يمتعه معهم فأعطيه أكثر مما يعطونه، وأنا بالطريقة دي كسبته، صارت غيرتي مفيدة، صح؟ طيب ممكن أنا أمنعه عن أصدقائه وأسوي له مشاكل ونكد عليه حياته كل ما فكر يروح لأصحابه وأبعد عنهم بقدر ما أستطيع. طيب كده أنا إيش حسوي؟ حضطره يكذب علي وبعدين أقول أنا ما أثق فيه، حضطره ينفر مني، صحيح، حأخنقه. صارت الغيرة هنا ما خدمت الحب. فأنا المسؤولة عن اختياراتي، أنا أبغى أنمي الحب ولا أبغى أخنقه؟ الغيرة دي حتساعدني في الخيارين. يعني اللي فهمت من كلامك دكتورة نادية أن المفروض أنا اللي أعالج نفسي من ذا الشيء، يعني إذا أنا غار من أصحابه أحاول أوفر له كل شيء بإذن أصحابه يوفر. أيه. طيب ما تحسين هذا يعني شوية حب تملك؟ طب يعني حياته ما حتكون بس علي أنا. حلو مرة. طب هو يبغى يروح لأصحابه. أيه. بس سامحيني إني أنا ما حرد عليك اليوم لأني أبغى الخميس الجاي كيف أتعامل مع الغيرة حيكون موضوعنا. طيب ممتاز. في هذا الغيرة من الصديق، في أمثلة كثير للغيرة أكثر عمق بكثير من الغيرة من الأصحاب. يعني مثال الغيرة من الأهل، الغيرة من النجاح، الغيرة من العمل، وا 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 أشياء مرة كتير. في هذه الحالة أنا بأدمر هذا الحب وبأدمر الإحساس بالأمان، وقد يصل التدمير إلى الشخص نفسه. يعني أنا جالسة أدمر زوجي بدون ما أحس، أو أدمر زوجتي بدون ما أحس أو بدون ما أدرك. والتملك الغير طبيعي ده لا، الحياة السوية أني أنا بأخذ إنسانة كاملة حياتها كاملة وأنا مضيف ليها، مو هي حياتي كلها ولا أنا حياتها كلها. هي مشاركة على الاس ام اس دكتورة نادية يقول لو انا اتعمدت اسباب الغيرة عند زوجتي بطل من جد. يعني انا ابغى، يعني هو يمكن قصده انه بالفعل بنشوف بعض الرجال او بعض السيدات بعد لما تلاحظ ان هو ما يغار عليها تقوم هي تحاول تستفزها، هي يعني كذا حتشككوا فيها، هي كذا ما حتخليه يغار. ايوه. طب لو هو ما يبين غيرته، بعد الوحدة تبغى تحس انه يغار عليها او نفس الشيء هو يبغى يحس، طب ايش سبب يعني عدم اظهار الغيرة هذه؟ او الواحد ما في ناس اساسا ممكن يكون ما يغار اصلا. أيوه. في ناس اساسا كيف ما طيب؟ يغاروا عندهم الحب عطاء بلا مقابل. يعني انا اعطيك بس ما استنى منك شيء. بالضبط. فهم دول ناس اساسا غيرتهم ضعيفة او ما يظهروها او اساسا ما في غيرة. طيب انت كنت سألتيني في الفاصل هل يمكن ان يكون هناك حب بلا غيرة؟ فهذا الرد على ذا السؤال، طبعا هناك حب بلا غيرة، بس لا يمكن ان يكون هناك حب بلا اهتمام. اي لاني لسه بقولك هذا حب فقير مرة. لا انا لا يمكن احبك اذا ما اهتم فيكي، لا يمكن احب زوجي اذا ما اهتم فيه، لا يمكن احب ولدي اذا انا ماني مهتمة فيه. بس احسن مثال للحب بلا غيرة هو حب الام لابنها، حب كله عطاء كله اهتمام بدون منافسة مع أي أحد، لا مع زوجة لا مع أصدقاء، أبغاك ناجح، أبغاك الأفضل، أبغى كل الناس يحبوك، أبغى 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 أبغى، لأنه هي ما بتنتظر منه مقابل. هذه الأمة السوية. بس في أمهات الله يصلحهم بيخشوا في منافسات مع أصدقاء أولادهم أو بناتهم وكذا، وبيسووا مشاكل أحيانا وبتخرج الأم عن دورها هنا. لكن الأمة الحقيقية ترى مو بس لأولادها، في أم لصحباتها، في أم لأخوانها، في أم لأمها كمان،
في أم لزوجها، في الشخصية دي، في كان أتكلم عنها الدكتور طارق الحبيب إنه الشخصيات الإناث والذكور ثلاثة، يا إما أم يا إما راشد يا إما طفل. لو كنا يمكن الأغلب سمعها، وإذا مو الأغلب سمعها هعيدها تاني عشان يسهل الكلام اللي أنا بقوله. النقطة هذه إيه؟ أيوة، الشخصية الزوجة الأم هي إنسانة تعطي بلا غيرة، بلا أبغاك ناجح، أبغاك مبسوط يا حبيبي، صحيح، أبغاك اللي عايشة بس كده، عايشة للعطاء وللعطاء. ممكن يكون عندها 60 نشاط بس طبيعتها في كل النشاطات كده، هي طبيعتها العطاء. وفي لا، الأم الراشدة اللي هو أبغى زي ما بأعطي وأبغى حقوقي وأبغى وأبغى وأبغى. وعاد الأم الطفلة دي اللي تغار من كل الناس بمناسبة بلمناسبة، تبغى تأخذ ما يهمها إشي بتعطي، تبغى تحس بالمتعة، تبغى تحس بالاهتمام، تبغى تحس بالدلع وكذا. ونفس الشيء عند الذكور، الأب أو الراشد أو الطفل. طيب ممتاز. احنا راح نطلع فاصل اعلاني قصير، بس قبل لا نطلع الفاصل ارجع اذكركم بكلية البترجي الطبية برعاية حصرية من الف الف اف ام. يقام مؤتمر طبي عالمي ومشاركة اطباء على مستوى العالم عن تطورات زراعة الاسنان. لسه قدامكم الفرصة انكم تحضرون هذا المؤتمر الرائع اللي على مدة 3 ايام، وابتدأ من امس ومستمر إلى يوم السبت، ويوم السبت آخر يوم راح يكون فيه ورش عمل. بعد الفاصل راح نبدأ نستقبل اتصالاتكم على 012-61-61-100، هذا رقم المجاني، وإذا كنت من الرياض على 011-217-85-85. فاصل وراجعين. على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله، العيادة المسموعة. مكملين معاكم حلقتنا لليوم من برنامج طبابة ألف على إذاعتكم وموجتكم السعودية ألف ألف أف أم. اليوم جالسين نتكلم عن الغيرة، وزي ما قلنا لكم أنه كل خميس راح نتكلم عن نوع من أنواع الغيرة مع الأخصائية النفسية الدكتورة نادية شكري. أرجع عيد عليكم الأرقام من جديد، واللي حاب يتصل علينا ويسأل أي سؤال بخصوص موضوعنا لليوم على 012-61-61-100، ومن الرياض على 011-217-85-85. وناخذ أول اتصال معانا لليوم ونقول ألو، معانا أبو عبد الرحمن، يا هلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، يا هلا غلط، تفضل آمر أخوي. أمسي عليكم أجمعين وعلى الدكتورة نادية. يسعد مساك، هلا سهلا، تفضل. الله يسعدك. أبغى أسأل الدكتورة عن شيء. الرجل إذا عامل المرأة يعني بحب واحترام وحسن عشرة وتبعل، وما قصر معها في شيء، لا في نفقة ولا في حب ولا في رومانسية ولا في أي أشياء يعني من اللي يستطيع الرجل أن يقدمها لزوجته بحق، تتولد من هذه العلاقة حب من الجانب الثاني اللي هي المرأة. أيوة، تتولد حب من المرأة مفعم بغيرة مرة، يعني غيرة يعني قوية جدا، بحيث أن بعض الأحيان يمكن أنها تكون يعني سبب تعاسة، شك، وسوسة، وهم، بس ما تبغى أحد يقرب منك أبدا يعني خلاص. فهل الرجل يعني ديته أنه إذا عامل زوجته بحب واحترام وخاف الله فيها وأعطاها اللي تحتاجه من أشياء وما خلاها تحتاج إلى أحد، أن يعني مصوغ لها أن تقابل هذا الإحسان، يعني أنا أقول أن الغيرة هي زي ما قالت الدكتورة جزاها الله خير، أنه هو شيء يعني من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون لصالح الحياة الزوجية واستمرار الحب، أنا أيدها بالشغلة، وقد يكون عكس كذا. بس صراحة نحن الرجال ورطانين. ايش رايك دكتور؟ هو قصده يعني ان عطاها كل الحب والاحترام وخلاها مكتفيه ومهب محتاجه لاي شيء، وهو يعني زي ما تقولين مالي حياتها وجوده وزي كذا، هو قصده انه بعض الاحيان المراه ايوه صارت تحب التملك،
لا هذا حب التملك ما هو شيء طبيعي ولا هو سلوك طبيعي. مو المفروض كذا يعني؟ المفروض تكون مطمنة والله يحبها. المفروض لو شبعت فعلا من الحب والأمان والحنان والعطاء ده كله المفروض يكون عندها إحساس بالأمان والثقة العمياء كمان. مو المفروض صحيح إنها ما المفروض تكون. بس طبيعي إنها تغار ولا لا تغار لو بدأ يسحب منها الاهتمام ودي لأحد تاني. وأنا ما حأقول كيف حنتصرف. حنتصرف الخميس الجاي إن شاء الله. إن شاء الله نتصرف. هذا في حلقتنا الجاية. يعطيك العافية، شكرا لتواصلك معنا أبو عبد الرحمن. ناخذ أبو عساف. هلا مرحبا. مرحبتين، يا هلا وسهلا. هلا بكم. ممكن كلمة دكتورة نادي؟ تفضل. أكيد سؤالك أخوي. الله يبارك فيك دكتورة. أنا بس عندي بعض الأسئلة، يعني قد تكون فيها نوع من الانشقاق من كل سؤال، ولكن هي مجرد بس مقتطفات وتكون يعني صريحة ومطبقة تماما في واقعنا اللي احنا نتعايش فيه، ولا نكون أكثر مثاليين في حياتنا اللي نتعايش فيها، أقصد من الحياة الزوجية. السؤال الأول دكتورة طبعا اللي هو أن المرأة عندما تأتي أنت للبيت من عملك وتدخل في محضر تحقيق كأنك في هيئة الادعاء والتحقيق العام، أسئلة ممكن كثيرة متنوعة لدرجة أنه يعني تأتي بقراءة ودلائل قد تكون نوع من الخيال أو الميجينيش. صحيح. النقطة الثانية أيضا عن الدراما الخليجية اللي احنا نراها الآن والتركية وغيرها من الدراما الرومانسية اللي احنا نراها من المسلسلات، هل يكون لها يعني سيكولوجية خاصة المرأة السعودية أكثر؟ هل ينطبع يعني ينقلب عليها في تعاملها في حياتها الزوجية؟ والسؤال الأخير حقيقة وأتمنى أن أكون صادق فيه في سؤالي، ما علاقة المرأة السعودية بالمستشفى والسوق؟ بس يعطيك ألف عافية. شكرا لاتصالك. والله آخر سؤال علاقتها بالمستشفى والسوق سؤال حلو عجبني. طيب أول شيء قال دكتورة نادية يعني لفت انتباهي صراحة على المرأة اللي أول ما يجي زوجها من الدوام طبعا يكون مرة مضغوط من الشغل وتعب وزحمة الطريق واصل وشمس وكل حاجة، هذه إيش تسمينها؟ مو نكدة؟ مرأة نكدة ولا إيش؟ لا هو فسر إنها هي بتحقق معها، ليه ما يقول هي مهتمة فيها وتبى تعرف تفاصيل حياتي؟ طب يعتمد على اسلوبها في السؤال، اسلوبها وتلقيه هو ترى. والله في حريم مره طيبين يجي يقولوا له يا حبيبي كيف كان يومك، يقوم يهب فيها يقول لي انت بتحكيكي معايا؟ طب ليش اتاخرت؟ تبغى تطمن عليه ما تبغى شيء ثاني. اي صح. يقوم هو يقول لها انت بتحكيكي معايا، انت بتراقبيني، يمكن ما نعرف الخلل فين الا لما نسمع من الطرفين. بس في ناس بس ممكن بدون ما ينفر بدون ما يقول لها انه ممكن يقول لها اسلوبك في السؤال ما هو حسسني كأنه تحقيق، تقوم تقول له سوري وتغير طريقتها، أو أنه يقول لها يريد تسأليني بعد ما استحمى وتغدى وارتاح، يعني ما فيها شيء لو تكلم معاها بلطف. هو عشان كده تخلق البيت عشان المودة والرحمة، مو عشان كل واحد ينتقد الثاني ويستنى على الثاني أي شيء. والمفروض بعد دكتورة هي تكون عارفة الوقت المناسب لتسأل هالأسئلة كلها. ترى في رجال يعني ما عندهم أبدا ولا دقيقة مناسبة، ما يبغى أبدا ولا سؤال. بينما يتصل عليه أي أحد من الشارع يسدي له كل تفاصيل حياته. صح. أيه. وهي تسمع تقول طب إيش معنى أنا مو قادر يرد علي؟ طب خص بكيفك، مو لازم أهتم فيك إذا أنت ما تبغاني أهتم فيك. وكده يبدأ الصمت في البيوت ويبدأ خراب البيوت الصامت هذا لين ما ينفصلوا عن بعض. إنه برا يكون رايق ومجرد ما يدخل البيت مو شرط رايق، يكون يعرف مثلا يتفاعل مع الناس لكن توقعاته من زوجته إن هي بتحقق معه. إذا هو بيقول للدراما أو التركية أو الخليجية أثرت على المرأة السعودية، بس قصده أن تأثر يعني أو تأثر حتى على الرجل. خلاص طبعا أيوة تأثرت على الكل، يبغى زي حب المسلسلات اللي تشوفها. أنا فهمت من سؤاله أنه طريقة مثلا أنه المرأة اللي تحب وتضحي وكده بعدين يجي الرجال يخونها أو يغدر بها ويتزوج عليها واحدة تانية أو كده. الدراما هي تأثير المجتمع، سواء كانت في مسلسلات، سواء كانت في قصص الناس، سواء كانت في الحكم والأمثال. لما أحد يجي يقول لك من السابع المستحيلات الخل الوفي، ليه ناس حرام عليك؟ ما في مسلسلات كان فيها خل وفي ولا يعني مفروض نحن المفروض تأثير إيجابي. صحيح. ما هي علاقة المرأة بالمستشفى والسوق؟ والله إنه السؤال جدا رائع وأنا متأكد إنه مو حابب يسمع الإجابة بس حقولها. المرأة السعودية للأسف لما تفقد الحنان والاهتمام هي بتمرض بأسباب نفسية، تجيها أعراض جسدية عشان تروح لإنسان يقول لها سلامتك أو يسمع لها تدور هالكلمة أو بس يسمع لها، يسمع الأعراض اللي عندها، يسمع من إيش بتشتكي، يسمعها لو قال لها أكيد أنت زعلانة، هذه تكفيها تخليها تمرض كل شوية.
طيب السوق الشراء هو إحساس بالأمان. لما أنا يصير عندي ممتلكات كتير أقوم أنا يجيني إحساس بالأمان. فأيها الرجل اللي مرتك طول الوقت تبغى سوق وتبغى مستشفى، راجع نفسك من جوه وشوف أنت إيش ليش خليت مرتك كده. ودكتور نادي تكلمنا قبل كذا في حلقات سابقة عن إدمان السوق وإدمان الأكل، وتكلمنا يعني اسم إدمان السوق شوبوهوليك وزي أي إدمان، وإن في بعض الناس لما تتضايق وتتعب نفسيا تحط حرتها في السوق، تروح تشتري. أي في ناس تحط حرتها في الأكل. أنا عن السلوكيات هذه. أيوة أنا بتكلم عنها على الطبيعية، ما بتكلم عن المرض. المرض اللي يعني تعتبر مرض اللي بزيادة. أيوة لا مرض غير. أنا بتكلم على الطبيعي. أغلب السيدات وديني السوق وديني المستشفى، راسي وجعني، عيني بتزغلل، راسي ما أدري إيش فيه. كل يوم تشتكي من كل شيء. كل يوم والله هي محتاجة كلمة سلامتك. لو قل لها سلامتك ومسح على يدها اللي تألمها أو على رأسها أو قري عليها آية من القرآن، الطب ارتاحي أنت اليوم أنا أهتم في الأولاد، صدقيني خلاص حينتهي الموضوع ده. كلمة طيبة فعلا تين حجر على ما يقولون. ناخذ الاتصال اللي بعده معانا عبد الله. هلا وسهلا فيك عبد الله. طيب عبد الله للأسف انتظرنا كثير، متأسفين. ناخذ اللي بعده. علي كيف حالك؟ هلا وسهلا تفضل أخوي. أنا طبعاً ماني متزوج، بس بتكلم عن الأشياء اللي قالها الأخ قبل شوية، إنه الأشياء الدراما وما الدراما. أكثر الأشياء اللي يعني تسبب الطلاق بين الزوجين ويكون عادهم يعني ما له شهر أو ثلاثة أشهر، هي الأشياء البنت تفتكر يعني على الأشياء اللي تشوفها في القنوات بدون ذكر اسم القناة وتبغى تسوي نفسها هذه. وبعضهم وقت يعني لحظة المقابلة تقول له من شروطي كذا وكذا وكذا، وأنا أعرف قصة حصلت. يعني قال لها من شروطي إنك يعني ما تطلعين إلا بكيفي، قالت له لا أنا بطلع. كلام يعني تسمع كلام الدراما هذا اللي في التلفزيون. وجهة نظري يعني أنا إذا زوجنا صار لي زي كذا تقول لي أبغى مسلسلات ومسلسلات، صراحة أكثر الأشياء اللي تسبب الطلاق في هذا الزمن هي المسلسلات. وعلى كلام إن اللي يقول الواحد إذا روح ظهرية من الدوام، بالعكس يعني يكون الغداء جاهز، المنشفة جاهزة، عارفين يعني قصدي. صراحة بتكون يعني زي بينسعد منه الزوج. هذا أنا إنسان طبعا ماني متزوج أتكلم بالشيء ذا. طيب يعطيك العافية على مشاركتك أخوي، شكرا لاتصالك. هو بيحلل يعني السؤال الأخ اللي قبله. بس ممكن أعلق على كلامه بس تعليقين. أول حاجة صحيح الدراما المسلسلات الرومانسية والمسلسلات عموما بتأثر على حياتنا سواء رجال أو سيدات. كثير كثير متزوجين سواء انفصلوا أو حياتهم شوية تزعزعت، لأنه فعلا الرجل ما يعرف يتعامل مع المرأة، لا بيقروا كتب، لا بيحضروا محاضرات، لا كل اللي بيعرفوه مسلسل. صحيح. حتى لما يعرف مسلسل فعلا يكون مثلا يحب وما يعرف يعبر عن الحب، يهتم وما يعرف يعبر عن الاهتمام، أو إنه هو رأيه شيء ويا رأيه شيء. كيف يوصلوا النقطة؟ إذا كان في حوار سليم بيناتهم حيوصلوا. إذا كانوا بيحضروا دورات تثقيفية، دحين ما أكثرها يحضروا الناس دورات عشان أعرف كيف أتعامل مع زوجتي أو مع زوجي أو مع أبنائي أو على اليوتيوب أو على أنا أحاول أطور نفسي وأحاول أعرف كيف أتعامل. الشيء اللي يتمناه الزوج ويبغى يحصل عليه يبحث في زوجته هي إيش تتمنى وش تحتاج تحصل عليه. صدقيني عمرها ما حتوقف الطلبات حقته. يقول هو يبغاها تستنى بالمنشفة وبالغدا جاهز وكذا، أكيد هي عندها شيء. يمكن هي بتستنى أنه يجيها بس بابتسامة تكفيها، أو يجيها بكلمة حلوة، أو يجيها بهدية، أو يجيها بفكرة. وفعلا ويريت يعني من جد دكتورة نادية يعني ياريت أنهم يتأثرون فعلا بالمسلسلات. إحنا نشوف يدخل عليها بورد بهدية بكلمة طيبة، يعني في بكلمة توحشتيني بكلمة إيه؟ وهي نفس الشيء يعني كل يوم تغير في سواء في البيت في شكلها في أي شيء. يعني في أشياء حلوة في المسلسلات الواحد ممكن تجيب فكرة ويتعلم منها. يعني صحيح ياريت الناس بيتفرق. بس ما أدري ليش إحنا دائما ناخذ الشيء السلبي في المسلسل. يعني لا إحنا ناخذ في المسلسل الطرف الآخر، ما طالعنا ده ايش سوى مثلا. اذا كانت البطله ما بنطالع هي ايش بتسوي للبطل، بس ننتظر من البطل كل شيء نستنى. اي اصلا من يوم ما نشوف المسلسل لا هذا بيخونها في النهايه اكيد. اي لهذه الفكره نحطها نهايه قبل لا نشوف احداث المسلسل. نطلع فاصل اعلاني قصير جدا مستمعينا الكرام، وراجعين اكيد مكملين حلقتنا لليوم. خليكم معانا لا تروحون بعيد.
على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله العيادة المسموعة. عندنا لسه وقت ان احنا نستقبل المزيد من اتصالاتكم بخصوص موضوعنا لليوم عن الغيرة على 012-61-61-100, واذا كنت من الرياض على 011-217-85-85. نرجع ناخذ اتصال معانا نورة. هلا وسهلا فيك يا نورة. هلا والله مساء الخير. يا مساء النور, هلا وغلا. كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. خير الحمد لله, تفضلي نورة. والله انا بالنسبه لي بعترف انا اغار من النساء المتزوجات. نور, عشان لسه انت ما تزوجتي يعني؟ لا, من اللي حاسه. فتغارين من اي واحده متزوجه؟ لا, مو مجرد الغيره مره. اول شيء العروسه انت شايفه الاهتمام كله فيها. ايوه. طيب بعدين ثاني شيء يدعون لك قدام الناس يحسسونك بالنقص, ان انت ناقصه. الله يرضيك. يعني مثلا واحده مثلا متخرجه من الجامعه احسن الشهادات, يجي يقول لها مثلا يا ربي يرزقك عيال. نفس الشيء انت مهما سويتي على طول في شيء ناقص, يبدأ يدعون لك بشكل عام على تحطيم. يعني كلهم تحطيم القوة. يعني انت هي يفهمون انها انت احنا نحبك. لا, انا فاهمة, انا ناقصة, انا ما اسوي لكم, انا لازم يعني اجيب لكم, من اجيب لكم واحد عشان اكمل ناقصي يعني. ايوه. في شغلة اللي هي هم نفسهم مثلا هي صغار, فانا اغار ردة فعل. انا مثلا يكون ما انا ما صرت تصرفات تسبب الغيرة. ما تقدر مثلا ذا شخص متربي مع زوج, مع يعني هذه مثلا متربية مع زوجي, ما تقدر. الحين تدري للوحدة تغار من شفتي مثلا جرائد زوجها تغار من محارمة, يعني بنت أخته أمه, خلاص يعني للأسف دائرة الغيرة قاعدة تتسع بسبب تصرفات النساء. احنا للأسف ما نشوف ايش سبب الغيره. صح. طيب ايش رايك دكتوره نادية؟ يعني اللي فهمت انه التحطيم هذا, يعني واحده تخرجت طب لسه ما تزوجتي, واحده تزوجت يا الله طب لسه ما خلف, يعني عارفه اللي ايوه هذه اهتمامات الناس. انت اذا ما كانت هذه مغيره يعني, صح؟ هي قالت انا غير من المتزوجات وعندها مشكله مع انه إذا راحت اخوانها بيغاروا منها او حاجه زي كذا. احنا قلنا ان شاء الله الخميس الجاي كيف اتعامل مع الغيره. ايوه, هذا حيكون الاخت نوره. تقدرين تسمعينا الخميس الجاي ان شاء الله, راح نتكلم كيف نقدر نتعامل مع الغيره والتحطيم هذا من الناس طبعا والمجتمع اللي حولنا. ناخذ علي عبد الله. طيب نطلع فاصل اعلاني قصير وبنرجع, في معانا علي وفي معانا محمد بعد على الخط. ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله العيادة المسموعة. نرجع لحبايبنا المتصلين اللي معانا على الخط ومنتظريننا. بندر, اتصال من بندر أو علي أول شيء. ألو يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام, يا هلا وسهلا, تفضل. يا هلا سحرزاد, احب اصبح عليك وعلى الدكتوره ناديه واقول لكم مساء مسي علينا, مسي مساء النور. عدلتها هلا وسهلا. انا عندي اقتراح وعندي حاجه, يعني بقول لكم اذا احنا بصفه عامه لو طبقنا كلام الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام قدوتنا سيد البشر, كان حياتنا حلوه وبدون اي مشاكل. يعني هو صلى الله عليه وسلم خيركم لاهلهم وخيركم انا لاهلهم, فيما معنى الكلام. بس احنا المشكله ايش مشكلتنا؟ نتعلم من المسلسلات التركيه واي مسلسلات دراميه ورومانسيه, بنتعلم انه ما بنتعلم من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا عيبك. بس صحيح, شكرا لمداخلتك هذه وشكرا لتواصلك. ناخذ بندر اتصال اللي بعده.
أهلا مساء الخير. يسعد مساك. هلا وسهلا تفضل. أهلا وسهلا أستاذة نادية. طيبين بخير الحمد لله. عامر والله الواحد أنا مقترح بسيط. الواحد اللي يتقرب إلى الله يجد الزوجة الصالحة، وإذا الله وفقه يعني يقدر الإنسانة هذه اللي ما أنا رقبتي عارفة صدقين الحياة بتصير حلو. في بنات والله يعني يبغوا السكر عارفة كثير والله العظيم، ما هم فلوس بس أهم شيء بالسكر عارفة. صح كلامك، يبغوا راحة البال يعني. الله يرزق الجميع يا رب. آمين يا رب. شكرا لتواصلك معنا. ناخذ محمد. ألو. هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا بنيتي؟ بخير الحمد لله. ألو محمد. طيب صوته ما أدري إيش فيه. عموما تقدر ترجع تتصل علينا من جديد. ناخذ يوسف. إحنا قاعدين نحاول ناخذ اتصالات قد ما نقدر قبل نهاية البرنامج، ما نبغى نقصر مع أحد. هلا وسهلا فيك يوسف، تفضل. وعليكم السلام. أنا أختي سحر، كيف حالك؟ بخير الحمد لله، تفضل. أحب أمسي عليك وعلى الدكتورة نادية. أنا عندي بس سؤال، أو مو سؤال، أو يعني حاجة صايرت لي يعني. تفضل. أنا متزوج صار تقريبا 8 شهور. حلو. وعندي يعني يكون ضغط في الدوام، أو يعني أطلع بدري وما أرجع متأخر وكذا. وأنا متابع الفريق من فرق الأندية السعودية، فزوجتي تقول لي أنت تحب الفريق هذا أكثر مني. يا الله. لهالدرجة. أنا معطي معطي الفريق ذا وقتك. هل تعتبر غيرة؟ معطي وقتك أكثر منها. كيف؟ عشان معطي وقتك أكثر. لا معطي. لا لا بس إني أتابع أحيانا في الجوال، أتابع مباريات، عشان كذا تقول أنت تحب الاتحاد أكثر مني. هذه مشكلة كل ايش رايك دكتورة نادية؟ يعني اكيد تبغى اهتمام يعني. ايوه برافو عليك، هي بتطلبه بطريقة لطيفة ومزحة كذا، اني انت اهتم فيه زي ما انت مهتم على الاقل في الاتحاد. بدل ما تجلس تدور على اخباره، قل لي كيف حالك كذا وانت مشغول وانت مضغوط وانت طول اليوم برا، بس ارسل لها مسج افتكرتك وحشتيني كيف والله حالك. والله يا دكتورة نادية اني مو مقصر معها، مسجات وهدايا كل شهر وجلسات وكل شيء. طب لا تتبع صدقاتك بالمن ولا ذا. الله يعطيكم العافيه. الله يعينك اخوي، شكرا لاتصالك. يعني ترى ناديه في بعض كمان البنات يعني سيدات ما يبغى لهم وعي، ويعني كذا ما يشبعون من كثرة الاهتمام. أيوة ان شاء الله ان شاء الله زياده. الخميس الجاي ان شاء الله راح نتكلم. أيوة عن كل مره هذه كتير. الاشياء زي ما قلنا لكم فبراير شهر الغيره، وكل خميس مع الدكتوره ناديه راح نمسك جزء بسيط من الغيره، يا اما نوع او راح نتكلم عن يعني كل الامور هذه ان شاء الله. ايوه بيعاني من الغيره، سواء هو بغار ولا احد بغار عليه، يسمع الحلقه ان شاء الله. يسمع الحلقه الجايه. ممتاز. ناخذ الاتصال اللي بعده. معانا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا وسهلا، تفضل. أول شيء أنا بس كنت قاعد أسمع الأخ المتصل اللي بيتكلم عن علاقة المرأة بالسوق والمستشفى، وكان التحليل إنه كان جدا حيازي للمرأة. هذا واحد. أيوه. الشيء الثاني، أنا إنسان متزوج، مو ماني متزوج، بس في غيرة بتوصل لفك. صحيح، وقلناها بداية الحلقة. توصل لفك، فهذه هي المشكلة. طبعا إحنا ما بنقول إن إحنا كويسين أو بنقول إن إحنا مقصرين. احنا بنحاول قد ما نقدر ان احنا نسعد الطرف الثاني، لانه مهما كان هذا الطرف الثاني احنا بني الاسره وبيننا اولاد وبيننا عيش، ويعني بيننا عشره طويله، فاهم كيف؟ فالوضع اللي فيه انه لازم توضح الصوره بس لا اكثر ولا اقل. طريقه السؤال زي ما طرحته بتقبل النفس حتى لو كان بسيط جدا. يعني في بعض المرات لما نجي اتكلم في نفس، لا بينفهم النفس انه مثلا انت بتقول انا انسانه ماني كويسه او انه انا زي كذا، لا. فهي هذه الأمور اللي لازم توضح بس. طيب أنا حابة أوضح لك حاجة، ترى مو بس السيدات اللي متعلقين بالسوق وبالمستشفى، في كثير رجال دائما نسمع أنه عنده صداع نصفي أو قولون عصبي. هذا معناته أنه هو محتاج اهتمام برضو، زي المرأة لو ناقصها اهتمام محتاجة أنها تروح المستشفى عشان أحد يهتم فيها. إحنا نقصد الشخصين بس. ولا أيوة. كان سؤال الأخ اللي قبل كان السؤال أنه المرأة هي اللي متعلقة، بس ترى في رجال كمان يروحوا مثلا محلات الجوالات محلات الكمبيوتر بضيعوا فلوسهم كلها فيها، واحيانا اشياء تترمي بكراتينها بس عنده رغبه في الشراء لانه ما عنده احساس بالامان. بس انا ايش كان قصدي؟ كان قصدي بالنسبه للموضوع الغيره اللي بتوصل لشك، هذا واحد. هذه ما هي غيره، الشك غير الغيره. ايوه احنا فرقنا بينهم اخوي لو سمعت. لا بس انه لو 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 بعض المرات هي تكون في البدايه غيره، تتطور الى موضوع الشك.
طب تقدر تعطيني مثال عشان احلل لك اياه واحسسك انه ما لهم علاقه ببعض؟ يعني مثلا انا الان في شغلي طيب، فبضطر انه بعض المرات بتصلون علي على تليفون الشغل، بتصلون علي مثلا حريم سواء كانوا كبار او صغار او اي حاجه، بكون جالس بفتح الخط عادي، ممكن في طلبيه في حاجه في شيء لا ايش تبغى، لازم تفك السبيكر، طيب اوكي سمعت الكلام كله خلصت، ليش متصله عليك؟ طيب هذا شغلي، هذا واجبي انا. بس هذه ما هي بغيره ابدا، هذه ما هي غيره، هذا شك. بس هي هذه الامور اللي كنا حابين نوضحها. يعطيك العافيه، شكرا لكم العافيه لتواصلك. احنا في بدايه الحلقه تكلمنا عن الفرق بين الغيره والشك، والدكتوره ناديه عرفت الاثنين وما لهم علاقه ابدا في بعض، لاني انا حتى سالتها نفس السؤال، قلت احيانا الغيره تؤدي الى شك، وجاوبتني وقالت لي لا ابدا، هذا شيء وهذا شيء، يعني ما تؤدي الى شك ابدا، ما توصل للشك. إنه نشكر كل اللي جالسين يتواصلون معنا على التويتر. المستشار احمد الزهراني يقول مهم جدا أن نفصل بين الغيرة والغيرة السوية والغيرة المرضية التي قد تؤدي إلى طلاق، عنف، قتل لا سمح الله، وهذا اضطراب نفسي خطير. ويرجع يقول الغيرة الطبيعية تؤدي تبادل المشاعر بشكل جميل، ولكن تتحول إلى مرضية قصدها، أيوة، حينما تصدر سلوكيات من أحد الزوجين على الجوال وغيره. رد عليك على التويتر، يعطيك العافية أحمد الزهراني، ردت على المتصل اللي توا سأل السؤال بالنسبة للفرق بين الغيرة والشك. حنا بكذا انتهت حلقتنا لليوم، وهذه كانت حلقة نهاية الأسبوع من برنامج طبابة ألف. نتمنى تكونوا انبسطتوا معانا واستفدتوا زي ما حنا انبسطنا واستفدنا، وشكر لك دكتورة نادي، يعطيك ألف ألف عافية. في كلمة واحدة بس حابة أقولها، فاصل بين الغيرة والشك، أنا أغار على الشخص اللي أحبه، لا يمكن أحب الشخص اللي أشك فيه، صح ولا لا؟ هذه يعني كان قلتيها من بداية الحلقة. هذه ملخص حلقتنا لليوم، احنا قلنا كل خميس إن شاء الله بنتكلم عن الغيرة، بناخذ جزء بسيط بالنسبة للغيرة. بالنسبة لليوم كان الغيرة والشك، الفرق بين الغيرة والشك، والدكتورة نادي عطت جملة أخيرة ملخص كل الحلقة لليوم، أنا أغار على الشخص اللي أحبه لكن لا يمكن أبداً أحب الشخص اللي أشك فيه. أرجع ألتقي فيكم إن شاء الله يوم الأحد في حلقة جديدة، وكمان مع ضيف جديد وموضوع جديد. راح أترككم الآن مع زميلتي كابتن ريما في برنامج فيتامين، فرفش وغير جو، واليوم خميسكم فلة على هوا ألف ألف أف أم. كنت معاكم سحر عبد الله، وأقول لكم فمان الله.